السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم يا شباب وبنات، حياكم الله جميع. طبعا اليوم وصلنا للأسبوع السابع في دوري أوزاريوس للموسم السابع الرمال الهائجة. اليوم مسابقة، توقع شارك أربح معانا في الأسبوع السابع. ألف مبروك للفائزين اللي فازوا في البث المباشر اللي موجود فوق. هذه الأسماء اللي فازت معانا واللي ربحت، وما شاء الله تبارك الرحمن كاسبر ربح معانا المرة الثانية على التوالي، ما شاء الله تبارك الرحمن. وانت هم شارك وشوف توقعاتك للأسبوع السابع بمتعة دوري أوزاريوس الموسم السابع. صراحة يعني فعلا فيها متعة، في أفرقة جديدة، في عوالم صراحة من عالم باستد اللي تغير جملة وتفصيلا، الشكل الكلي تغير بنسبة كمية التحالفات والجروبات اللي نزلت على الممالك الجديدة اللي هي في مملكة باستد. بنشوف من راح يفوز بالموسم السابع أو بطل الموسم السابع في العوالم الأربعة. توقع مثل ما موجود عندك هذا قدامك، شوف شلون توقع، اكتب الكومنت، وبعدين راح نسوي لايف علني في عجلة على أساس نعرف من الفائز. طبعا الجوائز هي يا ايتونز ابل $25 او جوجل بلاي، اسف مو جوجل بلاي، اللي هو بيبال $25، $50 رابحين كل اسبوع معانا حتى انتهاء الدوري أوزاريوس الموسم السابع. نشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديده، فمان لا.